في شيء اسمه البركة، في شيء بالبيوت اسمه البركة. البركة كيف تستجلب؟ بس سؤال، انت مآمن بوجود شيء اسمه بركة ولا اصلا مش خاطر ببالك؟ مو في ناس اصلا موضوع البركة كله مش مآمن فيه. لا، ما دام مش مآمن بالبركة راح تعيش انت زي نفس عيشتك. في شيء بالبيت اسمه بركة، والله حتى العلاقات بين الناس في شيء اسمه بركة، بين الإخوة في بركة، بين الزوجين في بركة، بين الجيران في بركة، مع الطعام والشراب في بركة، بالعمل في بركة. البركة في كل مكان، يعني البركة مطلوبة لكل مكان، البركة قد توجد في كل مكان، لكن لما تكون بركة ما فيه تمضيها مناكدة، بالبيت مناكدة، مع الأولاد مناكدة، مع المرأة مناكدة، بالشغل مناكدة، حتى مع سيارتك في مناكدة، حتى مع سيارتك في مناكدة، لأنه مسلوب منزوعة منها البركة، لأنه مسلوبة منها البركة. حتى مع السيارة بتركبها فيه، حتى مع راتبك تأخذ بجيبتك، حتى مع شربة المي تنزع البركة. هو ضنك الناس عايشين شو سبوا؟ البركة محجوبة، البركة مرفوعة، كلها انتزام اضبارته تحت باطه وركب فيها من عيادة لعيادة، من الباطنية على المسالك البولية، على عيادة العيون، على عيادة الأنف وذن الحنجرة، ما فيش بركة بالعمر، حياته ما فيها بركة. بفوت على الدار مكشر، بصحى من النوم بقول لك والله كأني طول الطريق كاين أمشي، طول النوم كاين أركض، بصحى تعبان. أنت نمت عشان ترتاح، هذا لأنه مخك ما وقف طول الليل، مخك ما وقف طول الليل ومخه يطبخ 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 يطبخ، ف بصحى أصلا تعبان، كأنه كاين طول الليل يمشي، كأنه كاين طول الليل يمشي. شو سببه؟ ما فيش بركة، ما في بركة حتى بشغلك، حتى بعملك، حتى بإنجازك. قولك بنركض 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 بنركض، آخر عام مش ماسكين إشي. بتربي 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 أولادك، أخنا بخاطرك، باي 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 باي، بصير بالأسبوع يجي يزورك مرة. بتدلل 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 بنتك، آخر نهار بصير على التليفون، هاي بابي هاي مامي، انتهت القصة. وين؟ فيش بركة. هذا كله نزع للبركة. ما هي البركة عشان تيجي إلها أسبابها، إلها مقوماتها، إلها اللي بتجلبها. البركة عشان تيجي في إلها جواذب، في أشياء تستنزل البركة. أول واحدة من استنزال البركة، أول واحدة الشكر. لما تقول الحمد لله، إن الله لا يرضى من عبد أن يشرب الشربة فيحمده عليه. لما تشرب تقول الحمد لله، والله الله بارك لك، والله الله بارك لك، أنا هديت واحد هدية أول مرة وثاني مرة وثالث، ولا عمره قال لي شكرا. بقول إيه بلا منه، شو ما عنده ذوق، ما عنده أدب، كيف أنا بهديك هدية ما يعني على الأقل ما فيها قول لي شكرا. فكيف هدايا الله عز وجل؟ أول شيء بيجيب لك البركة الشكر، الحمد، الثناء. عشان هيك أنت لما تيجي تنام تحمد الله، ولما تصحى تحمد الله، فنومك في هدوء. لما صحينا حمدنا الله، يومك يكون في بركة. لما نحط الأكل حمدنا الله، في بركة. لما شربنا حمدنا الله، في بركة. أول واحدة من جوالب وجواذب الرزق والبركة الحمد. الله، في ناس اليوم زي المحرقة، والله لو تحط بجيبته 1000 دينار غير شوفني قلال، يقول لك إيه شو بيسوي 1000 دينار؟ ما عنده لغة الحمد لله والثناء على الله، ويا ربي لك الحمد، ويا ربي أكرمتنا وأنطعمت علينا وأعطيتنا، ما عندهم هيك. ما في لذة الشكر لله والتعامل مع الله عز وجل. تحمد الله تبارك وتعالى دائما أبدا، خلي على لسانك كلمة الحمد لله، كلمة استغفر الله بتغطي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كل هذا الاستغفار بيجلب البركة. خلي كلمة استغفر الله عندك يعني متداولة على لسانك. الثالثة، صار عندنا الحمد والاستغفار، صلاة الفجر، يا سلام. قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قومي فاشهدي رزق ربك. ستنا عائشة رضي الله عنها
صلت ورجعت تنام، صلت ورجعت تنام، صحاها النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا قومي. طب إذا اللي مصلي الفجر لازم يصحى وراه عشان يشهد الرزق، إذا اللي مصلي الفجر مطلوب منه يظل بعد فكيف اللي مش مصلي الفجر أصلا؟ يعني ستنا عائشة صلت الفجر أدت الواجب رجعت تنام، قال لا قومي. ليش؟ عشان تشهد الرزق. الآن توزيع الأرزاق، توزيع الأرزاق راح يتم الفجر الصبح قبل طلوع الشمس، فاصحي. طب بالله عليك اللي مصلي الفجر حاضر الحمد لله، اللي مصلي الفجر حاضر ومع ذلك مطلوب منه يصحى لما بعد الفجر عشان يشهد الرزق، هذا اللي ما صلاش بالمرة ليش يطلب من الله عز وجل يقول له يا رب أعطيني؟ ما انت أصلا الصلاة مش مصليها، صلاة الفجر. بر الوالدين، لا تجد، مستحيل مستحيل إنك تلاقي إنسان بار بأبويه ورزقه قليل، هذا لا يمكن. الرزق هون مش بس بضلوا 10,000 دينار، لا والله يمكن بأخذ 100 دينار بس رزقه فيه راحة، لا يمكن مستحيل تلاقي واحد عنده بر بالوالدين ورزقته مش مكفيته. منين تي في بركة الله بيحطها سبحانه وتعالى؟ البركة شيء مش ملموس، البركة هي تدخل الله في الأرزاق، أو أقول لك تدخل الله في كفاية الأرزاق، تدخل ربنا في كفاية الرزق. هاي تطلع بيكون واحد بلش شغله كان يأخذ 300 دينار وتطور الشغل وصار كان 300 دينار مكفيته، صار يأخذ 500 بعدين على القدر، صار يأخذ 1000 بعدين على القدر، لأن رزقته طائرة بركته طائرة. لا يمكن أن تجد إنسان يبر أبويه ورزقه مقتر أو مش مكفيه. والله من أسباب نزع البركة العقوق، العقوق. واحد عاق والديه يعجل له، يعجل نسأل الله العافية، يعجل له في رزق في حياته الدنيا قبل عذاب الآخرة، يعجل له بتقتير الرزق نسأل الله العافية. ولذلك أبوك وأمك، أبوك وأمك برهم، هي الأم شو بدها منك؟ كلمة حلوة، هدية لطيفة، يعني إحساس، حبة علك طرحها. لا يمكن أن تجد إنسان يبر أبوه يبر أمه ورزقته أو عيشته معسرة. أسباب البركة بر الوالدين، من أسباب البركة، من أسباب البركة الصدقة. طب ما أنا معيش، أنا عشان معكيش، عشان أنت ما معك، إذا كان أنت اللي معكيش بتعطي فما بالك بالكريم، من خزائن ملكه في قول كن. الصدقة، الصدقة، تصدق ولو أنت فقير، والله ستجد عطاء الله عز وجل. نأكد الحمد والاستغفار صلاة الفجر وبر الوالدين والصدقة، هذه أشياء أساسية، هذه أشياء أساسية لاستجلاب البركة. طيب واحد لا بيقول الحمد لله ولا بيستغفر ربنا وصلاة الفجر نايم عنها وعاق بوالديه وصدق عمره ما مدده عليه، وهذا شو بيشكي؟ هذا شو بيشكي؟ هذا كيف يطلع معه حياة؟ الناس كلها مادة 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 مادة، طب والمعنى وين راح؟ عشان هيك لما بيجي واحد بيقول لك يا أخي والله انعدمت النخوة عند الناس، يا أخي والله قلت الشهامة عند الناس، يا أخي والله قلت صلة الوالدين، والله هو معه مصاري معه قديش وخواته ميتات من الجوع، والله معه فلوس أمه ما بيطل عليها، أبوه ما بيزوره، أخوه حالته حالة ديون وهو حالته حالة من المصاري، شو هذا معاني؟ هذا كله يدل على إيش؟ على فقدان المعاني والتفات للمادة. لا، إحنا حياتنا مادة ومعنى، والمعنى أقوى من المادة. مش قال له لاقيني ولا تغديني، بس وين راحت هاي كلها؟ هاي انفقدت، لأن كل حياة الناس على المادة. لاقيني هاي معنى، ولا تغديني هاي مادة،
اليوم الناس التفات على وين؟ على المواد. فالبركة معاني بس إلها أثر طبعا، إلها أثر محسوس، إنه الراتب مكفي، الرزات مكفيات، السكر مكفي، البلد اقتصادها منيح، بركة من الله عز وجل. لكن لما تلاقي صلاة ما في، وصيام ما في، واستغفار ما في، صلاة فجر ما في، بر الوالدين ما في، صدقة ما في، تكافل ما في، كفالة أيتام ما في، حنو على محتاج ما في، مريض ما حد واقف معه، مأوى عجز ما حد طال عليهم، طيب كيف ربنا بده ينزل البركة؟ الحمد والاستغفار، صلاة الفجر، بر الوالدين، الصدقة. في غيرها؟ آه طبعا في غيرها، بس أنا بتكلم عن الأعمدة الأساسية الرئيسية، الحمد والاستغفار وصلاة الفجر وبر الوالدين والصدقة، هاي تجلب لك البركة في الرزق، تجلب لك بركة الرزق. رزقك قليل، رزقك كثير، عند الله ما في كثير وقليل، عند الله في بركة وما في بركة. قد يعطي لفلان 10,000 وما يكفوه، وقد يعطي لفلان 100 دينار وسبحان المعطي، هذا موجود. الله في ناس توهم علينا بأخذ له بالشهر الله أعلم كم ألف، لبسه حلو، منطقه جميل، شكله مرتب، وفي واحد ثاني والله بتشحد عليه، تشحد عليه وهو رزقته فيش بركة. نسأل الله يبارك لنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن ينظر إلينا جميعا بعين رحمته التي لا تنام.